حسين كامل هند الكحل، طالبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن دار البيضاء، سنة أولى سلك مهندس، شعبة تسيير الأنظمة الكهربائية الذكية، مناجمنت سيستم إلكتريك انتيليجون MSUE، وحاليا أنا رئيسة منتدى الأعمال إنسان دار البيضاء. بالنسبة لمنتدى الأعمال فهو تظاهرة اللي كتنظمها كل سنة المدرسة ديالنا، والهدف الأسمى ديالها هو تحضير الطالب المهندس للتعرف على 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 تحديات سوق الشغل والمجال الصناعي، وخلق نوع من الاحتكاك بين الطالب المهندس والمكونات. كل سنة كتكون المدرسة ديالنا متميزة في اختيار مواضيع راهنة. السنة الماضية كانت تميز المدرسة ديالنا بكونها أول مدرسة نظمت منتدى الأعمال عن بعد إيفورو. كان عرف المشاركة ديال دي كونفرنسي دو كاليبر دي ريبريزونطون دونتربريز. كانت تجربة ديال لي ستاند فيرتويال لما دي زونتربريز يعني كيهضروا على لي زونتربريز ديالهم والخدمات ديالهم عن بعد. كانوا دي بارتي اللي كيهضروا فيهم على 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 لي زونتربريز ان جينيرال. هادشي لا ديغنييغ الحمد لله كان تميز، وكنا سورس دانسبيراسيون بوغ لي زوطر. وهاد السنه كملنا التميز ديالنا باختيار موضوع جد مهم، موضوع راهن اللي هو انترنت السلوكيات، لانه العام اللي فات خدمنا على واحد لو تيم اللي هو لانجينيور او سيرفيس دي لا سونتي، الهندسه في خدمه الصحه، انه كانت سيتوياسيون تري كريتيك بسبب وباء فيروس كوفيد 19. هاد السنه كملنا على 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 الخدمه ديالنا، وشفنا واحد الموضوع اللي هو راهن او ميم طون عنده علاقه بهاد بعض لا سيتوياسيون اللي هو انترنت السلوكيات، الانترنت اوف بيهافيورز، الانترنت دي كومبورتمون. شنو هي هاد انترنت السلوكيات؟ هي واحد لا ديسيبلين لي بحال كومين اكستنسيون الاي او تي، انترنت الاشياء. باش نشرح اكثر، في الاول كانت لاباريسيون ديال الانترنت اللي مكناتنا من التواصل بين الناس ولا العالم قريه صغيره. من بعد جات انترنت الاشياء، الانترنت دي زوبجي اي او تي، مكنات من اتصال الاشياء والاجهزه، وهذا الشيء ممكن الانسان من تحكم هذه الاجهزه. نعطيو اكزامبل مثال ديال المنزل الذكي، ولا الانسان كيقدر يتحكم في المنزل ديالو غير من التليفون. من بعد هاد انترنت الاشياء عطاتنا القدره على انه ناخذ معلومات معطيات على الانسان، على 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 الانماط السلوكيه والنفسيه ديالو، على المحيط اللي كيدور به، على شنو كيبغي. هاد شنو كيبغي هي اهم حاجه. هاد الشيء هو اللي التحليل ديالو ديال هاد المعطيات هو اللي كيعاون المقاولات باش يخلقوا خدمات ويخلقوا دي برودوي اللي هما يعني كيتم استهلاك ديالهم بطريقه كبيره من طرف المستهلك. وهذا الشيء هو اللي كنسميوه بانترنت السلوكيات، يعني بحال كتكون واحد الدراسه اللي شنو كيبغي هذا المستهلك. ونعطيو مثال ديال ملي كيكونوا اشهارات على العقار، اشهارات العقار اهم حاجه كيركزوا عليها هي انه كيكون الثمن انها رخيص، يعني بثمن رخيص تقدر تشري دار اللي كتشوف فيها انت المثاليه وكتشوف فيها الراحه اللي ما كتكونش متوفره لك مثلا الفكره. مثلا هاد لو تيم ان شاء الله الى جبرنا نديرو ليه اون فورمولاسيون هي انترنت اوف بيهافيورز، نوفيل توندونس لانترنت دي زوبجي، انترنت السلوكيات، توجه جديد لانترنت الاشياء. بالنسبه للمنتدى الاعمال هاد السنه غيكون يومين هذا المنتدى الأعمال، يومي الثالث والرابع يونيو 2021. غادي نهضر شوية على البلانينغ اللي غادي يكون إن شاء الله. في أول نهار غتكون واحد طابلو روند، غادي نهضرو على انترنت السلوكيات IOB في خدمة المهندس والمقاولات. غادي يكونوا ان شاء الله دي زونتربريز كبار غادي يحضروا الممثلين ديالهم. بلا ما نحرقوا الاحداث، من بعد غادي يكونوا دي كومونيكاتور بريس ان شاء الله. في الظهيره غيكونوا دي ستاند فيرتويال ديال لي زونتربريز، غادي يهضروا مع لي زونتربريز ديالهم. ومن بعد غتكون واحد لا سيونس دو كوتشينغ
مع واحد لو سونتر دو كوتشينغ اللي هو كبير سورتو كيركزوا على كل ما هو عنده علاقه بلي زونتروتيان دومبوش. والغد لي ان شاء الله لو لوندوما في الصباح عاوتاني غتكون اون كونفرنس اللي كتهضر على الاصطدام بين الامن الالكتروني سيبر سيكوريتي اي الانترنت السلوكيات. وفي الظاهره ان شاء الله غيكونوا دي ستاند بريزونسييل مع احترام الاجراءات الاحترازيه. ما غاديش يكونوا كاع لي زونتربريز عندنا معاهم بارتناريا مي عندهم دو فورت غولاسيون مع الانسان. غاتكون واحد لا سيربريز واحد البارتناريا مع اون غراند انتربريز ان شاء الله في هذاك الجور. غتكون واحد لا كومبيتيسيون. اولا قبل لا كومبيتيسيون غتكون بريزونطاسيون على الانسان كازابلانكا اكاديمي. شاي هاد الانسان كازابلانكا اكاديمي هو واحد البروجي كبير دارتو بداتو الانسان قبل لا بيريود دو كونفينمون اللي عاون بزاف في لي ستوديون. هاد الاكاديمي اللي عندنا او سان دو الانسان دارت بزاف لي كونفونسيون مع دوطغ اكاديمي انترناسيونال كوم هواوي فورتينيت اوراكل امازون سيسكو اكسيتيرا. دونك وكان وتم ديفلوبمون ديال واحد لا بلاتفورم لي او ليو باش نمشيو نهضروا باغ اكزومبل مع الماناجر لو فونداتور دو لاكاديمي هو بروفيسور ايوب هناس اللي كنشكروه بزاف على المجهودات اللي دار بور لو ديفلوبمون ديال هاد لو بروجي. ولا نمشيو عند لان دي انستركتور كنمشيو كندخلوا لا بلاتفورم كنشوفوا لي فورماسيون التكوين اللي حنا عجبنا كنختاروه كيكون واحد لو سلوبي من عند لي انستركتور ديالنا ابري كنتبعوا لي زيتود ديالنا. علاش مهمه هاد لاكاديمي وعلاش مهمين لي فورماسيون سيرتيبيون؟ حيت هاد الوقت لي زونتربريز من غير ديبلوم مهندس اللي كناخذو كيبغيو لا ديستانكسيون. وهاد لا ديستانكسيون هي اللي ديما كتلعب عليها انسان الدار البيضاء. يعني كيبغيو يشوفوك انك كتخدم في دوطخ دومين يعني كتكون اكتيف وحوايج اللي هما دو توندونس. ولي تيست باغ اكزومبل لي تيست لي كندوزو في هاد لي اكاديمي هادو كيكونوا ماشي شي حاجه اللي هي سهله. يعني حتى تكون قاري مزيان وعارف عاد كدوزهم. اخر بوين غادي نهضر عليه هو لا دي تي افريكان داي انتود انوفيشن. هاد ليفينمون اورغانيزي بار لو كلوب اريميتي ميكاترونيكس نادي الميكاترونيكس المدرسه الوطنيه للفنون والمهن. هاد النادي كيجمع لي زيليت ديال لانسان كازابلانكا نظم هاد التظاهره هادي سولو تام الهندسه في خدمه الصحه في خدمه التعليم وفي خدمه الفلاحه. كنا سابقين عاوتاني ما بقيناش بغينا نتبعوا شنو كيديروا كاع لي زيكول دانجينيوري. دونك بلاص ما نخدموا على الروبوتيك ودي لي سيفور دو لين ايفيتور دوبستاكل كنا نخدموا على مشاريع اللي هما كينفعوا بزاف ديال المجالات. وغادي تكون المشاركه ديال دي زيكول في المغرب وخارج المغرب. اخر حاجه كنشكر جزيل الشكر المدير المدرسه الوطنيه للفنون والمهن مسيو احمد مستاشي على المجهودات ديالو غير في هذا المنتدى الاعمال. شاك ايتاب اي حاجه كنديروها كيخدم معنا عليها بحالنا. فريمون عندنا لا شانس انه عندنا ان تيل ديريكتور في ليكول ديالنا. كنشكر اي واحد خدام في ليكول ديالنا في الكادر ادمنستراتيف نو بروفيسور نو شاك بروفيسور اللي بفضلهم حنا عندنا لا كونفيونس وعندنا لا فورس باش ننظموا دي زيفينمون دو كاليبر بحال هكا.